مرحبا بكم معنا في نهار جديد وتقنية جديدة. التقنية اللي غادي نتعرفوا عليها اليوم هي لا مورينغ ايطاليان. المورينغ الايطالي كيتميز باننا كنحضروا ليه واحد الزيرو بالسكر والماء، هما فيه ثلاثه المكونات: سكر سنيد النمر، الماء، وبيض البيض. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو هي سكر والماء، غادي نديرهم في الكاسرونه ديالنا ونخليهم يطيبوا حتى كيوصلوا ل 118 درجه. غادي ناخذ 180 غرام ديال السكر سنيده، نزيد عليها 60 غرام ديال الماء، ودابا غادي ناخذ البيض او بالاحرى بيض البيض. عندنا 60 غرام بما يعادل جوج بيض ديال البيض، وغادي نبداو نطربوه. ولكن امتى؟ من يوصل لينا السيرو ديالنا 110 درجه تقريبا، باش ملي كيوصل ل 118 غادي نزيدوه على بيض البيض. بيض ما يوصل لينا السيرو 110 درجات غادي نخليكم مع رائحه المقادير. السيرو ديالنا ها هو وصل 110 درجات. دابا ما بقى لينا غير نطربوا بيض البيض. غادي نبقاو نطربوا بيض ما وصل السيرو ديالنا 118 درجه. السيرو ديالنا ها هو وصل 118. دابا غادي نبداو نخويو بشويه بشويه على البيض البيض في الجنب باش ما يطيرش لينا. دابا منين كملنا السيرو ديالنا كامل غادي نعاودو نرجعو نجهدو الطراب ديالنا. لا مورينغ ديالنا ها هي وجدات، وباش تشوفوا كيفاش هي واقفه واخا غادي نقلبوا الزلافه ما غاديش تطيح. انا اليوم غادي نستعمل هاد لا مورينغ ديالي في هاد الليمون كورد، هادو دي فيغين اللي درت فيهم هاد الطبقه ديال الكرامبل وطبقه ديال الليمون كورد اللي هويا بحال لا كريم باتيسير، ولكن كيكون الاساس ديالو بعصير الحامض. دونك ناخذ لابوش ديالي نعمرها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ميزان الحراره او لا ثيرموميتر في الدار وبغاو يصايبوا لا مورينغ ايطاليان، اشنا هو السر؟ يقدروا يقيسوا 118 درجه بالفورشيط، يدوزوها في السيرو وينفخوا، الا خرجوا لهم دي فول راه السيرو ديالهم وجد. تبعتونا وشفتوا كيفاش وجدت اليوم لا مورينغ ايطاليان. عرفتوا كاين ثلاثه الانواع ديال لي مورينغ، هذا اكثرهم ثباتا. كنتمنى ان تقنيه اليوم تكون فادتكم، وبقاو متابعينا باش تعرفوا معنا على تقنيات اكثر.